وحكم هؤلاء. نعم، ما ذكرناه آنفا أخيرات، فقلنا بأن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، هكذا يعني بينهما مشتبهين لا يعلمهن كثير من الناس. أولا قتل المحصنات أخي لطفي فيها أدلة على أنه حرام. الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا محرم الأذية والكلام في أعراض الناس أخي لطفي، هذا ليس من المشتبهات وكذا، هذا حرام بين حرام واضح، يعني حتى النفوس لا تطمئن إليه، النفوس لا ترتاح إليه، معلوم الضرر الذي سيجتنيه هذا، يعني سيجلبه هذا يعني الكلام في أعراض الناس. الإنسان لابد أن يكف أخي لطفي، يكف. أبو بكر الصديق كان يأخذ هذا اللسان يقول هذا الذي أوردني الموارد. نعم، اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل النار حصائد الألسن أخي لطفي. نعم، والكلام في الأعراض من حصائد الألسن. الإنسان لابد له أن يلتزم بهذا الأمر، لأن هذا أمر خطير جدا. الإنسان أخي لطفي لهذا تتكلم عن أعراض الناس، تارة الإنسان هذه النفس التي بين جنبيه لا يدرك، يعني لا يدرك يعني أخلاقها، النفس التاعه، أما بالك أن يتعدى على أخلاق الغير. فهمت؟ لهذا الإنسان لابد أن يحفظ.